بسم الله الرحمن الرحيم، معك عبد المجيد ابو طالب. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن بروبلم تانية اند تويز من كود فورسز. البروبلم تحكي انه في مدينة اسمها بيرلند في عنا مجموعة من الالعاب محطوطة في للبيع. الانواع هاي عددها 10 اس 9، مرقمة من 1 ل 10 اس 9، كل نوع له رقم محدد، والسعر تبع الاي تايب هو اي. تانية عندها ان ديفرنت تايب اوف تويز، يعني عندها مجموعة من الالعاب الموجودة عندها كلها ديستينكت، يعني كل لعبة موجودة عندها بتختلف عن الألعاب الثانية. وبحكي لك إنه اليوم هو عيد ميلاد تانية، وإمها بدها تعطيها مجموعة من الألعاب، بدها تنفق عليهم لحد أن بورلز عشان تشتري لها الألعاب للهدية. تانية بدها تكون عندها أكبر عدد ممكن من الأنواع المختلفة من الألعاب، فهي ما بدها تأخذ نوع من الألعاب يكون موجود عندها من قبل، لازم يظل كل الألعاب اللي عندها distinct مش مكررة، من كل نوع ما يكون عندها أكثر من لعبة واحدة. فتانية طلبت مساعدتك بحيث أنه تختار شو هم الألعاب اللي لازم تشتريهم بالأمبورلز بحيث يكون عندها أكبر عدد ممكن من distinct من الألعاب. يعني البروبلم بشكل آخر أنه إحنا عندنا مجموعة من الأنواع من الألعاب من 1 ل 10 اس 9، في عندنا جزء منهم عدد N هذول موجودين already عندنا، بدنا نختار مجموعة أخرى منهم بحيث المجموع تبعهم يكون على الأكثر M، وبحيث ما تتكررن وما يكون أي واحدة فيهم موجودة عندنا من قبل. يعني لو هي كانت عندها مثلا بالبداية عندها الألعاب 1 2 3، فأنا ممنوع أختار لا اللعبة 1 ولا 2 ولا 3، لازم الألعاب اللي أختارهم تكون غير 1 2 3، وبحيث المجموع ما يتجاوز M. الانبوت اول اشي عندنا رقمين، انه ام ان اللي هي عدد الالعاب اللي موجودة عند تانية لحد 10 اس 5، وام اللي هو المبلغ اللي امها راح تدفعه بحيث تشتري لها الالعاب، والرقم ام بوصل لحد 10 اس 9. بعدها عندنا لاين في ان ديستينكت انتجرز اللي هم الالعاب اللي موجودين اوريدي عند تانية. الاوتبوت اول اشي رقم كي اللي هو كم اكبر عدد ممكن من الديفرنت تايب اللي ممكن تشتريها بالامبورلز، بحيث التوتال كوست لإلهم أقل أو يساوي M، ويكونوا مختلفين different ما بتشافوا مع بعض ولا بتشابهوا مع الألعاب اللي موجودة عند التانية. في السكند لاين K distinct integers اللي هم الألعاب لازم تشتريهم بالأم بولز. إذا كان في أكثر من جواب فبقولك اطبع أي جواب ممكن، وممكن تطلب الأسعار تبعت الألعاب اللي اخترتها بأي ترتيب ممكن. مثلا السامبل الأول عندنا 3 ألعاب موجودة مع تانية والمبلغ 7. الألعاب الموجودة عند تانية 1 و3 و4، فالجواب ممكن إننا نختار لعبة 2 ولعبة 5. لعبة 2 و5 مختلفات عن بعض ومختلفات عن الألعاب الموجودة مع تانية، عددهم 2 هو أكبر إشي ممكن إني أختاره مش موجود مع تانية. عشان حل هاي البروبلم، بما إن بدنا نزيد عدد الألعاب اللي راح نختارها، فالأفضل إنه نبلش نأخذ بالألعاب اللي سعرها أقل في البداية. عند كل لعبة بنوقف عندها راح نبلش أول إشي من اللعبة اللي أقل سعر اللي هي 1. عند كل لعبة راح نحاول إن نختارها، إذا كان سعرها أقل أو يساوي M أو M اللي متبقي عندي، لأن أنا كل ما راح أشتري ألعاب راح أطرح من M قيمة السعر اللي دفعته للألعاب. فالM هي كم بورلز أنا ضايل عندي بقدر إني أشتري فيهم ألعاب. فإذا سعرها أقل أو يساوي M ومش موجودة من الألعاب اللي أوريدي موجودة مع عند تانية، ممكن اني احطها في ست واقدر اعمل تشيك عليها مباشرة، فممكن اني اختار هاي اللعبة. فبنقص اول اشي من M اللي هو السعر المبلغ اللي موجود معي قيمة هاي اللعبة، وانه انا اشتريت هاي اللعبة بضيفها على فيكتور عشان اطبع للجواب. بس عدد الالعاب 10 اس 9، بس في ملاحظة اني انا ما راح احتاج اصلا اوصل 10 اس 9. اكبر لعبة ممكن اني احتاج اشتريها هي 10 اس 6، حتى اقل من 10 اس 6، لأنه لو افترضنا أسوأ حالة أنه عند تانية لعبة واحدة وسعرها 10 أس 9، والمبلغ اللي ممكن أشتري فيه ألعاب هو بوصل 10 أس 9، راح أبلش أنا أشتري من الألعاب اللي سعرها أقل، فالأرقام اللي راح أخذها والألعاب راح يكون عددها كبير. بس كم عدد هاي الألعاب؟ إحنا بنعرف أنه مجموع الأرقام من 1 لN، 1 زائد 2 زائد 3 لحد N، هو N في N ماينس 1 على 2. بما اني انا بدي اجمع مجموعة ارقام بداية من 1 تنتهي عند رقم محدد بحيث يكون مجموعها بساوي ل10 اس 9، مجموع الارقام من 1 ل 9 راح يعطيني مربع عددهم تقريبا اللي هو n في n ماينس 1 n بلس 1 على 2.
فأنا لو أخذت مثلا لحد 10 أس 5 أنا هيك وصلت على أكيد أكبر من 10 أس 9، لأنه 10 أس 5 في 10 أس 5 زائد 1 هي 10 أس 10، فهي تقريبا على 2 هي نص ال 10 أس 10، فهي أكبر من 10 أس 9، فأنا ما راح أحتاج أشتري أكثر من 10 أس 5 من الألعاب. الكيس الثانية إنه لو أصلا كان معي 10 أس 5 من الألعاب وكلهم الأرقام الصغيرة اللي هي من 1 ل 10 أس 5، فأنا راح أمشي باللوب من 1 ل 10 أس 5 وما راح أقدر أشتري أي لعبة منهم. من عند 10 أس 5 بلس 1 وفوق راح أبلش أقدر إني أشتري. بما إنه 10 أس 5 لحد 10 أس 6 سعر اللعبة أكبر أو يساوي 10 أس 5، لو افترضنا إنه 10 أس 5 كم لعبة بسعر 10 أس 5 راح أحتاج عشان أوصل 10 أس 9؟ 10 أس 4، 10 أس 4 ضرب 10 أس 5 10 أس 9، معناته أنا ما راح أحتاج أصلا أتعدى 10 أس 5 زائد 10 أس 4 من الألعاب لحد أوصل السعر اللي أنا بدي إياه 10 أس 9. فلو عملت اللوب لحد 10 أس 6 أنا بكون ضامن إني راح أشتري كل الألعاب اللي ممكن أشتريها بالمبلغ اللي هو 10 أس 9، سواء كلهم كانوا من الأسعار الرخيصة لأقل سعر ممكن أو من أسعار الكبيرة اللي هي فوق 10 أس 5. نبدأ بالكود. أول إشي بدي أقرأ إنه M بدي أعرف set of integer أسميها A اللي هي راح أخزن فيها الألعاب الموجودة مع تانية عشان أقدر أعمل تشيك للعبة معينة إن هل هي موجودة مع تانية من الكوليكشن هي موجودة معها بالأصل ولا لا، بصورة سريعة من خلال الست. فبلف على N أول إشي عشان أقرأ الألعاب الموجودة مع تانية، وبعمل a.insert x. بدي أعرف vector of integer راح أخزن فيه الجواب، وبدي أعمل loop من 1 ل 10 أس 6. إذا كانت i أقل أو تساوي m، قلنا الـ m هو المبلغ المتبقي معي، معناته بقدر آخذ اللعبة هاي. عدا ذلك معناته أصلاً الـ i هي أكبر من m، ما أنا ما بقدر أشتري هاي اللعبة ولا رح أقدر أشتري أي لعبة أغلى منها، فبعمل break. أول إشي بدي أعمل check إنه هل هي موجودة في الست ولا لا، إن هي موجودة مع تانية في الأصل ولا لا، لأن إذا كانت موجودة معها أنا أصلاً ما بقدر آخذ هاي اللعبة لأنها مش different. فإذا كانت a.find الـ i بتساوي a.end معناته هي مش موجودة مع التانية، فأم ماينس إيكوال آي بشتري هاي اللعبة وبضيفها على الفيكتور أنسر. ما في داعي نضيفها على الست A اللي هي فيها الألعاب الموجودة بالأصل مع التانية، لأنه أنا قاعد بطلع طلوع بالآي فما رح أرجع لهاي القيمة مرة ثانية. بالنهاية بطبع سايز تبع الأنسر وبطبع قيم الألعاب اللي اخترتها. وبالنهاية بطبع new line. نجرب على السامبل انبوت. اثنين وخمسة. السامبل الثاني أربع ألعاب اللي هي 1 2 3 و5. نعمل سبمت. accepted. كان معكم عبد المجيد أبو طالب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.